24/7/2012 هنا ريف اللاذقية. نوجه نداء استغاثة للجنة المراقبين الدوليين بالتدخل الفوري إلى ريف اللاذقية. نحن هنا في منطقة دورين وسلمى، هنا ما يسمى جبل الأكراد، نتعرض لقصف شديد من قبل قوات بشار الأسد. نحن هنا محاصرون، لدينا عدد من الشهداء وعدد كبير من الجرحى، لا نستطيع إخراجهم من هذا. الله أكبر. نطالب ونناشد العالم بالتدخل الفوري، نطالبكم ونناشدكم بالتدخل الفوري إلى هنا إلى ريف اللاذقية. نحن محاصرون، قوات بشار الأسد تحاصر المنطقة وتقوم بالقصف على المدنيين، على العزل. الله أكبر، الله أكبر. نطالب لجنة المراقبين الدوليين التدخل الفوري إلى ريف اللاذقية. نحن يوجد لدينا نقص في الغذاء ونقص في الدواء. خلينا نتحرك. يلا شباب، الله أكبر.